مرحبا بكم من شركة ون فاينانشال ماركتس للحديث عن آخر تطورات الأسواق لجلسة اليوم يوم الخميس الموافق ل 19 ديسمبر من عام 2019. بداية خلال تعاملات اليوم رأينا تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، وذلك على الرغم من تجاهل المستثمرين إلى حد كبير التقارير الأخيرة والتصريحات الأخيرة وقرار عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصويت مجلس النواب على هذا القرار، وذلك ملفان أساسيان وهما إساءة أو بداية إعاقة عمل الكونغرس الأمريكي وأيضا إساءة استخدام النفوذ. والآن الأسواق تترقب الخطوة الثانية وهي تقديم هذا التصويت إلى مجلس الشيوخ، وذلك من أجل عرض نتائج التصويت. أما بالنسبة للأخبار المترقبة لجلسة اليوم، لدينا عن الاقتصاد المملكة البريطانية قرار الفائدة، من المتوقع أن يبقي صانع السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة عند 0.75%. وأيضا بالنسبة لانقسام التصويت بالنسبة للعام المقبل، ذلك سيعزز من احتمالية قيام البنك بتخفيض أسعار الفائدة خلال عام 2020. بالنظر إلى تحركات البداية، نبدأ بالعقود الأجلة لمؤشر الداو جونز الصناعي، ارتفاعات ضمن المسار الصاعد شمعة الأربع ساعات الأخيرة على تراجع. ما زالت النظرة الفنية تشير بأن مناطق 28,195 تعتبر مناطق دعم مهمة، وقد يعود المؤشر ويتلقى دعم إيجابي عند هذه المستويات من جديد. أما بالنسبة للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، رأينا التراجعات الأخيرة، ولكن التماسك عند مستويات الدولار 30-60 يعتبر شيء إيجابي، وقد نرى عودة وارتفاع الأسعار عند هذه المستويات من جديد. هذا بالنسبة للإسترليني مقابل الدولار الأمريكي وآخر تطورات الأسواق. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.